اتعرف عليك. ام عاشم احمد ابو اسماعيل. اتعرف عليك. اهلي الزينة احمد العتبان. انت حضرت امبارح للزياره بتاعت اللقاء؟ كنت قاعده جنب حضرته على الترابيزه. انا كنت قاعده جنب حضرته فوق برضه. طب ايه اللي حصل؟ الدنيا كانت جميله. والله هو راجل متواضع ما فيش زيه بصراحه، وعمل لنا حاجات احنا ما شفناش قبل كده، ما شفناش بجد. والحياه كريمه، وفرت لنا الغاز، الكهرباء مظبطه، الشوارع اتسفلتت والطرق اتعملت. بصراحة بلدنا بقت أجمل بلد، ربنا يديمه فوق راسه. طب وأنت اللقاء امبارح؟ لا بقى حاجة تانية، راجل مفيش له حل، متواضع متواضع متواضع، كفاية إن هو قاعد كلوة هنا على الترابيزة بتاعتنا، شفناش رئيس عمل كده قبل كده أصلاً، ولا كنا متخيلين إن هو يقعد يتغدى معانا. بصراحة ما شفناش كده بصراحة. والتغيرات اللي حصلت في القرية إيه اللي لا حصل؟ سفلتة شوارع، غاز، نت، كهرباء، كل اللي احنا عايزين نتعامل. الغاز بصراحه احنا قلنا بنستعمل الغاز ببلاش، كاننا بناخده ببلاش. ما بنش ندفع زي ما كنا بندفع في الحنابل. كنا بنستعمل انبوبتين في الشهر بيكلفونا 150 جنيه. اغنى بيت في الوقت في البلد بتتكلف 100 جنيه في الغاز. بالشهر بتشحن 100 جنيه، يعني كده كاننا بناخد غاز ببلاش مش بفلوس. ده حاجه ما حصلتش قبل كده، وربنا يخليه لنا. ومش عايزين غيره، مش عايزين رئيس غيره، ومش هنجيب رئيس غيره.